السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده عندنا فيديو جديد عن First on the Moon. طبعا بروجكت النهارده كويس جدا جدا جدا، يعني فعلا بروجكت ده تقدر تقول عليه من البروجكت اللي ليهم فعلا ميجن او فيجن شايفينها وعايزين ينفذوها، وعايزين يعني ينفذوا حاجة مش بس ان هم شيت كوين او كوين مثلا عاملينها وبيراج بول او حاجة زي كده. لا، بروجكت كويس جدا جدا، مبني على فكرة. اول حاجة هما بيقول لك هما هيبقوا الفيرست اون ذا مون، ويقدروا يعملوا ميتافيرس هناك. يعني هما بيفكروا ان هما يعملوا ميتافيرس او كوسميك ميتافيرس تربط الناس بالتوكن بتاعتهم، طبعا ثرو التوكن او من خلال التوكن للمون هما او القمر يعني. والقمر ده طبعا بيدل على حاجات كتير في عالم الكريبتو، زي ان السعر يعلى. يعني هي حاجه كويسه عموما. هنا بيقول لك introducing الاوربت توكن. طبعا التوكن معمول لها ليست على الكوين جيك والكوين ماركت كاب، وطبعا على النومكس، وموجود على البو كوين عشان هي مبنيه على الباينانس سمارت تشين او بيلت اون باينانس سمارت تشين. وطبعا الباينانس سمارت تشين هي احسن منصه او احسن بلوك تشين ينزل عليها توكن، لانه زي ما انتم عارفين يا شباب فاست ترانزاكشنز او ترانزاكشن سريعه جدا واقل فيز ممكن تدفعها. تمام. برضو عندهم التوكونومكس كويسه جدا جدا، غير ان هم بيقول لك ان هم هيبقوا اول او يعني اول الناس اللي هم بيحاولوا يعملوا كوسميك ميتافيرس على او يطوروا كوسميك ميتافيرس على القمر. بيقول لك ان البروجكت هيبقى شغال بان هو بيقدم القمر، وبعدين بيقول لك بيحاولوا ان هم يطوروا يعني شكل القمر او موديل القمر ويعملوا عليه ميتافيرس. والميتافيرس دي انت ممكن تستخدمها ان انت تروح لمكان زي القمر، طبعا مش القمر الحقيقي، ولكن هم هيحاولوا يديفلوب حاجه زي كده. تمام. هنا دي طبعا الكونفكس 3% بتروح للال بي، طبعا ده بيخلي الفاليو تثبت، بتبقى مور ستيبل، وفي نفس الوقت لو في مثلا ويل او حاجه باع بكميه كبيره جدا جدا، الخساره مش هتبقى عاليه قوي في الماركت كاب. 4% للماركتينج والديفلوبر او الديفلوبمنت، طبعا 4% كويس جدا جدا. فدي التوتال ترانزاكشن فيز 7% على كل ترانزاكشن، بصراحه حاجه كويسه جدا جدا. عندنا الريكومندد سي بلانش 9%. طبعا هو يعني ده يور تشويس، بس عشان تقدر تشتري وتبيع بدون اي مشاكل او غلطات فخلي السليب بادج 9%. تمام. هنا بيقول لك انت ممكن برضو تكسب ان اف تيز باي جاست هولدنج، او ان انت بس تعمل هولد للاوربت توكن. اول حاجه زي ما شايفين كده 100 فيرتشوال بلوت، دي الان اف تي بتاعهم، هيبقوا معمل لهم اير دروب للبرايفت انفسترز او المستثمرين اللي هم الكبار اللي جوه البروجكت. تمام. هنا بيقول لك كل اسبوع او وانس ا ويك 7 بلوتس هيبقوا برضو اير دروب للهولدرز العاديين جدا، مش لازم يبقى برايفت او بيج. تمام. هنا بيقول لك وانس ا ويك 5 اليمنتس، وبرضو هيبقوا معمولين اير دروب للبلوت هولدرز اللي هم خدوا من الاير دروبز اللي هم ال 100. وطبعا اللي بياخدوا كل اسبوع هيبقى 5 اليمنتس هيبقوا معملين اير دروب. وبيقول لك طبعا برضو وانس ا ويك كيميكال رياكشن هيبقى هيدي من 2 ل 5 اليمنت هولدر، يعني الناس اللي هياخدوا اليمنت او هيحصلوا على اليمنت هياخدوا كيميكال رياكشن. طبعا كل ده وانس ا ويك بيعملوا اير دروب بطريقه عشوائيه من خلال اي برنامج. تمام. هنا دي التوكونومكس، بس التوكونومكس بس الديسكربشن او الديسكربشن بتاع السبلاي. اول حاجه التوتال سبلاي تقريبا 10 مليار، البرايفت سيل كان 8% 800 مليون. تمام. البري سيل ليكويديتي كان 3 مليون و400 تقريبا، او لا كان بري سيل والليكويديتي 3 مليار و400 توكن، وبرده الستيكينج 10% كان مليار، والفيوتشر اكستشينج ليستنج طبعا ده معمول له فيست عشان يقدروا ممكن يقدروا يستخدموه ويعملوا على الاكستشينج ليستنج، يعني يبقى اكستشينج كبير هيضيفوا ليكويديتي جوه الاكستشينج ده. وطبعا الاكستشينج فيز من السبلاي اذا امكن، طبعا ده في الفيوتشر. الريسيرفد فاندز طبعا لو في اي ويل عمل خرج مثلا من البروجكت فممكن يعملوا باي باك او بيرن عشان يرجعوا البروجكت زي ما كان. يعني الريسيرفد فاندز طبعا هي معمول لها لوك فهم ما يقدروش يستخدموها في اي حاجه. تمام. وعندهم 63% 36% معذره معمول لهم بيرن يعني ابون لانش، طبعا ده حاجه كويسه جدا جدا، وبتبين لك ان هم مش مخلين اي حاجه عندهم. وطبعا التيم وولت 0%، فاي وولت عليها اكتر مثلا من 0.5% انت تقدر يعني تبقى متاكد ان هي مش لازم تبقى ديف، هو ممكن يكون ديف بس شاري من العمله، يعني لان كل حاجه ديسنتلايزد، هم مش متحكمين اصلا في اي حاجه حتى الليكويديتي لوجد، فما فيش ديف وولت. تمام. دي الرود ماب.
طبعا اي حاجه لسه ongoing بيبقى عليها دي او under development يعني، واللي بيبقى done بيبقى عليه دي. فطبعا هم عملوا سايت لانش، عملوا ديبلوي الكونتراكت ده اكيد، الدوكس اوديت برضو هم ليهم اوديت، عملوا برايفت سيل والاي ام اي تور طبعا مع الناس كلها، وجمعوا ال 1000 تليجرام ميمبرز. طبعا الويب سايت تعملوا ابجريد من ديزاين لكل حاجه، هنا دي تشيس 2. طبعا هم بداوا في الماركتنج بوش بس هي لسه مش دان، فهي اون جوينج، هيعملوا مور ام اس برضو لانها من ضمن الماركتنج بوش. البرابليك سير برضو قريب جدا ان شاء الله، هنا بيقول لك 5000 تليجرام ممبر دي ان شاء الله يحققوها برضو as soon as possible. يعملوا بعدها لانش على بانك سواب، ويعملوا الميت بلوت اير دروب، وطبعا هيعملوا الفيرست كيميكال اليمنت والاليمنت دروبز برضو، والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها فوق. هو طبعا كوين جيكو وكوين ماركت كاب دان اوريدي، وان شاء الله يعني المفروض ان هم خلصوا تشيس 2، ويعتبر برضو خلصوا تشيس 3، واحنا دلوقتي داخلين على تشيس 4. يعني احنا لسه هنا يعتبر، لان الماركتنج بوش لسه، الموري ام اس لسه، ولكن الممبرز والكوين بيك والكوين ماركت كاب لانش باك سواب الدروبس كل ده دان دان دان. تمام، هنا جوين اس لو عايز تخش على التليجرام بتاعهم، تكلمهم التويتر الريديت الفيسبوك، طبعا دي السوشيال ميديا بتاعتهم. هنا هنا النومكس لينك، وطبعا نازلين على البوكر زي ما قلنا. لو جينا هنا على الماركتس هتلاقي ان بانك سواب فيرجن 2 الاوربت مع الراد بي ان بي، وده الفوليوم تقريبا 58,000، يعني بصراحة حاجة كويسة جدا جدا. وهنا زي ما شايفين كده الاوربت على الكوين ماركت كاب، برضو التشارت على فكرة زي ما شايفين كده بعد البري سيل البيبر هانس كلهم اوت، ودلوقتي احنا كل حاجة جرين جرين جرين. طبعا في لاست داي يعني بربح كويس جدا، لو انت عملت اول هتلاقي ان كل البيبر هانس سولد سولد. واحنا من هنا يعني تقريبا من امبارح بادئين ان كله بيبقى جرين وكله طالع، وان شاء الله يعني يا شباب نعدي. تمام تمام، وكان كنا اتكلمنا على البروجكت تقريبا بشكل مطول وبشكل كويس جدا جدا. لو عايزين تشوفوا الماركت كاب بقى اخر حاجه، اول حاجه هنجيب الادرس، هنجيب البروب كوين، يعني هنكتب الادرس هنا انتر، هيحولنا على طول على البو كوين شارت. طبعا انت مش محتاج تعمل كونكت للروت بتاعتك، لو عايز تشوف الماركت كاب، الماركت كاب تقريبا مليون، الليكويديتي بتاعهم 300 بي ان بي، وان شاء الله يكون اكتر، وان شاء الله الماركت كاب يكون اعلى واعلى واعلى. اوكي يا شباب، نكون خلصنا الفيديو، لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.